كله كلام فاضي. اللي بعده. طب والسيديهات كان عليها ايه؟ كلها ماتشات تنس. اللي بعده ما تخنقنيش، انا بقالي ساعتين متقدر في القعده دي. بطل رغي، شوف دي عليها ايه. ماشي يا سيدي. يا عم ميمي، يعني الحوار اللي عملناه ده كله عشان شويه سيديهات عليها ماتشات؟ يا عم مالناش فيه، شغله مطلوب مننا هيتسلم زي ما هو كده. هو ده، هو ده الشغل. وليا بس صاروخ. يا نهار اسود، هي عليا الحرام. هي هي مين يا عم انت؟ كده المصلحه بانت يا عم الحاج. طب ايه؟ مفيش طب ايه؟ ده وزيره وشغل عالي ولعب مع ناس كبار، مالناش فيه يا عم يوسف. ميمي، انت عارف فيديو زي ده ممكن نعمل بيه ايه؟ يا عم مش عايزين نعمل بيه حاجه، الله يرضى عليك، عايزين نخلص مش عايزين ديول. ماشي. يلا يا ابني، هدف الاشياء دي بسرعه. طب اديني ثانيه واحده. طب اخلص. اتفضل يا حبي. اطلع يلا على فوق، وكان مش عايز اشوفك تاني في الشارع. ماشي يا عم. يلا. حاضر يا عم. لا خالص خالص، انا كويس. لا خالص. كويس انك صحيتيني. احلى حاجه ان الواحد يصحى ورن التليفون. بس مش من اي حد. ايه؟ في شغل جديد؟ يعني جهزت كام حاجه بس عايزه ابص عليهم الاول قبل ما ابعتهم لك. قايل. وانا زي ما قلت لك، اي فيديوهات هتبعتيها هيكتب عليها اسمك. بعدين مين عالم؟ يمكن الواشنطن بوست ولا حاجه تكلمك وتقول لك تعالي اشتغلي معانا. ساعتها محدش عارف يكلمك. طب بص لنا انت بس ساعتها، بص لنا. هحاول. انت تستاهلي اكتر من كده. وانت كمان تستاهل كل خير يا ديب. يا رب كل احلامك تتحقق. وميرسي قوي على كل حاجه انت بتعملها لي. طب اقول لك على سر. انا من ساعه ما عرفتك والدنيا بدات تضحك لي، بدات تفتح لي دراعتها بعد ما كانت مخصماني ومداني ظهرها. ما تقوليش ازاي، انا اصلا ما اعرفهاش تفسير. هي كده زي ما بيكون في ناس عاديه في حياه الواحد، في ناس تانيه بتفرق معاه، وانت فارقه معايا، فارقه معايا قوي. انت كمان عشمت نفسك يعني؟ انت حالتك بقت حاله يا سيمي. ما تعقدهاش بقى يا فؤاد، انا وانت سر بعض، وربنا يكرمك انت كمان يا اخي وتلاقي الستر تريحك. لا 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 يا عم، انا ماليش علاقه بالكلام اللي انت بتقوله ده خالص. انا خلاص قررت اروح اعيش عند عيلتي بقى خلاص. ايه ده؟ انت هتسافر تاني يا فؤاد؟ مش انت لسه قايل الواحد مننا لازم حد يقف جنبه ويشيل عنه ويقوم له بطلباته؟ هي بس ما تقدرش تسيب الدنيا كلها وتسافر. ما هو انا يا سيمي ما بقاليش حد هنا خالص. ده انا ساعات بقيت خايف ممكن اموت وما الاقيش حد جنبي. عمر بيد الله ونعم بالله. بص يا شيمي، انا عايز لما اموت الاقي حد من ريحتي واقف جنبي. هو ده كل اللي انا طالبه من الدنيا. خلاص يا فؤاد، لو انت حابب كده انا ما اقدرش امنعك بصراحه. طيب بص بقى، عشان اغير الموضوع، انا عايز اعمل معاك واجب جامد جدا. انا هصفي المحل طبعا وهبيع كل الحاجه. تشتري الخام اللي عندي؟ دي سبايك. هم المديريات. ازيك يا شيمي بي؟ ازيك يا جيجي؟ الحمد لله تمام، منور. يا مسعد. ايوه مهندس. تعالى يا ابني. طيب. روح البيت بسرعه كده، هات لنا واحده من السبائك اللي شايلينها هناك. بس تعالى بسرعه. حاضر يا مهندس. قلت ايه بقى؟ ايه ده يا فؤاد؟ انت ازاي مستأمن الواد على الحاجه بتاعتك يا اخي؟ مين مسعد؟ مسعد ده سايبني، انا اللي مربيه، ده انا ساعات بثق فيه اكتر من نفسي. ما تخافش، كل حاجه متأمنه. انت قلت ايه؟ بص عليها كده من الزاويه دي. يا غالية، دي صورة وفي النهاية الصورة ممكن يتلعب فيها عادي يعني. قولي له إن إحنا عايزين نشوفها بعينينا. أيوه عندك حق، هما هيوريها لنا بس قالوا لي ناخد فكرة. طب لفي الصورة كده. يوسف اللي أنت بتعمله ده ما ينفعش، أنا في المكتب قدام الناس مش هينفع منك. هو إيه اللي مش هينفع؟ هو كل حاجة مش هينفع مش هينفع مش هينفع؟ في إيه يا غالية؟ يوسف إحنا اتفقنا إن لازم أفكر. وانت وافقت على كده صح ولا لا؟ وعشان وافقت استحمل بقى. يوسف انا عايز اعرف انت ليه مش راضي تصدقني ان انا فعلا حاسه بيك وحاسه بكل حاجه انت بتقولها. بس يعني بس ايه يا غالي؟ مستحيل تكوني حاسه بيا، مستحيل. غالي انا مستحمل صبر بقالي كتير جدا من ساعه ما جيت المحل هنا، وانا عيني عليكي وانا بفكر فيكي كل يوم. وقولي يا واد اصبر، استنى، ما تصرحهاش باللي جواك دلوقتي، استحمل شويه لغايه لما جيت وقلت لك ان انا بحبك. وبرضه بتقولي لي اصبر؟ لا،
انا صابر بقالي كتير. انا حاسه بيك يا يوسف، حاسه بيك اكتر من انت ممكن تتخيل، بس انا محتاجه وقت، محتاجه فرصه عشان افكر. صدقني ده قرار مش سهل عليا، انت ليه مش راضي تفهم كده؟ براحتك يا غالي، وانا اسف اذا كنت ضايقتك او زنيت عليك. انت لا ضايقتني ولا زنيت عليا. ما تخلص يا عم، هتقعد طول اليوم تعمل في مفتاحين ولا ايه؟ يا ابن اصبر عليا ما تستعجلنيش. الله، ولا انت يعني عايز تاخد المفتاح وما يفتحش معاك وترجع لي تاني؟ لا ما يفتحش ايه، وانا هقعد طول اليوم رايح جاي ولا ايه؟ اشتغل يا عم اشتغل، بس وحياة ابوك شال شويه. حاضر شال شويه. حاضر، ان الله مع الصابرين. ايوه يا مقدس الامور. انا عايز اتكلم معاكي بخصوص الشيمي. شيمي بيه؟ مالك؟ كان عندي من شويه كان بيسالني عنك. عني انا؟ وفهمت كمان ان هو وقع لشوشته. بس انا بحاول اصرف نظره. ليه يا مقدس؟ ليه؟ يعني ايه ليه؟ هو انت كنت موافقه؟ ما وافقش ليه؟ الشيمي بيه راجل مال وهدوم ويملى عين اي حد. طب وديبو؟ ديبو خلاص مش عايزني. سافر ونسيني وشاف حاله. وانا قلتها له قبل ما يسافر، انا مش هشتري حد بيعني. يعني انت مش لاقي حد في الدنيا دي غير الشيمي؟ عايزني اقول لك بصراحه ما تزعلش مني. انا ياما اتلطمت في الدنيا يا مقدس، بصراحه كده مش عايزه اتلطم تاني. انا عايزه استريح، مش عايزه افضل حاسه ان انا لازم انزل الشغل كل يوم علشان اعرف اعيش. بس يا بنتي الشيمي ده راجل كبير في السن، ده قد ابوكي. ما بقتش تفرق معايا خلاص. انا بعد ديبو الرجاله كلهم عندي بقى واحد. طيب ربنا يوفقك يا بنتي. هقول لك ايه يعني؟ هما لما خدوكوا عملوا معاكوا ايه؟ بلاش تتكلم في الموضوع ده. هما بجد كشفوا عليكوا عشان يشوفوكوا انسات ولا مدامات؟ مش عايزه اتكلم في الموضوع. يا حرام، يعني اخد له خرطوشه امبارح في عينيه، قال ايه وعامل لي نص ثوراجي، يعني راحت. الو، وحشتني يا ديب. وحشتيني يا بنت. يا شيماء في ايه؟ صوتك مش عاجبني، مالك يا بنت؟ لا انت وحشتني. جاي امتى؟ في ايه يا شيماء؟ مالك؟ امي كويسه؟ شهادة كويسه؟ والله والله شيماء هو يا بنت تكونوا فاكريني بنت مش وحشني. كلكوا وحشني شيماء، ربنا اللي يعلم. انا عادي ازاي؟ كل يوم بيعدي علي اصعب من اليوم اللي قبله. بس انا هنا يعني انا مسافر عشانكم، عشان اللي عايز حاجه جباله. شيماء ماشي يا اخوي. خلاص. ازيك يا يوسف؟ انا شيماء بيه. ازيك يا باشا؟ طبعا انتوا في المنطقه واحده، تعرفوا بعض كويس. اللي نعرف بعض يا باشا؟ عز المعرفة طبعا، ده احنا واقفين مع بعض عيش وملح، وتقدر تقول علينا قرايب يعني كده يا جيجي ولا ايه؟ طبعا. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ فضل وعدل احسن من اي حد الحمد لله. يا رب دايما. تعالي بقى نخش جوه عشان اعرفك على غالية. ماشي يا شيماء، على اذنك يا يوسف. اتفضل يا جيجي. على اذنك. اتفضل يا باشا. يا محا يا بنتي، انا ست لفت الدنيا ودورت. ايوه وعندي اكسبيرينس، يعني تاخدي مني كده اهو وتصري. الكلام اللي هقوله لك دلوقتي تحطي حلقه في ودنك
وما تنسيهوش ابدا يا خايبه يا نايبه. ما تقصري ياما وتقولي بقالك ساعه بتتكلمي وانت ماسكه البطاطسيه كده. شوفي يا حبيبتي، ما دام الرايق اتجه ناحيه الخلفه خلاص، يبقى نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه بقى؟ ما نخليهوش يتورب. وعارفه لو اتورب منك شمال ولا يمين يبقى الغلط عليك. ايوه، لبيه لبيه بالعيال، كل 9 أشهر عيل. 9 أشهر ايه ياما؟ ليه شايفاني مكنه؟ ايوه يا اختي، ان شاء الله حتى تكوني مكنه فشار. يا بنت يا بنت، ما يثبتش الراجل في بيته الكتر العيال. اه عارفه يا بنت المثل بيقول ايه؟ يغلبك بالمال اغلبيه بالعيال، لا يروح منك يا خايبه. والنبي ياما بقى ما تغوشيني، ما هو بينام جنبي كل ليله وكويس اهو. هما الرجاله دول لهم امان على راي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربات. عارفة يا بنت زمان انا كنت اعمل ايه بقى؟ استعيني بك. لما كنت اروح للمبر عشان اعمل نمرتي، ها، وكان ابوك يبقى لوحده في البيت، اقوم اروح جايبه كحكايه واحطها في الناحيه اللي انا بنام فيها عشان لو جاب واحده تانيه تتفرز. يا بنت اللعيبه ياما، طب وكم كحكايه اتفعصت؟ بيني وبينك هي كحكايه واحده بس اللي اكتشفتها، عشان ابن المهروشه اكتشف الحكايه. بقى ياكل. عشان كده عايزاك تجيبي قرطه عيال يا بيه. اجيب واحد بس الاول ياما وبعدين ابقى اجيب قرطه. يا ريت يا موحى يا ريت، عشان يقول لي يا ستي. والله لا اجيب لك واد صغنون كده يا زوزه ويقول لك يا ستي ويكبرك كمان. سلام عليكي، في وشي كده يا موحى. ايه يا وليه، دي حاجه وحشه. عيل كده حلو يجري في وسطينا. يعني انت اتجوزتي وعاوزه تخلفي مخصوص عشان تعجزيني يا بنت؟ شوفي الوليه اللي عماله تسلطني وتقولي هاتي قرطه عيال. يا ستي انا سلطتك؟ اصلطيني؟ اه دي نسي سلطيني ياما. بنت بقول لك ايه؟ لا انا لحد يقولني ولا يعودني. لحد يقول لي في الكلام ايه ولا الربط ايه ولا العجن ايه. ايوه لا انا ست دغري. ويا داخل بين البصله وقشرتها مينوبه كان مش عارف ايه. ريحتها ياما. ايوه يا اختي. لو قولي لي يا بنت. هو الرايق ما فتحكيش بموضوع الخلفه، يعني مكبر دماغه خلاص كده يعني ولا ايه؟ سلامت عينك ياما وعقلك، ما انتش شايفه بطني اهي قدامي والعيال بيجروا ما شاء الله وواحد نايم جوه في الاوضه. خدي ده كله يا كله بلا قرف. على فكره من كتر ما شيمي كلمني عنك خلاني احس اني عايزه اشوفك واتعرف عليك. هو حكى لي عنك كتير قوي برضه يا جيجي، ما تستعجليش، احنا الوقت قدامنا كتير قوي عشان نتعرف على بعض. على فكره يا غاليه، انا متاكد لما تعرفي جيجي اكتر هتبقوا صحاب قوي. ليه لا يا بابي، ده الواحد ممكن يتعرف على اي حد وفي اي مكان ويصاحبه كمان، بتحصل في اي حته في الدنيا عادي يعني. طيب امسكوا بقى عشان تقعدوا على راحتكم، مش كده ولا ايه؟ انت قلتي لي اسمك ايه؟ جيجي. جيجي، اوروفار يا جيجي. مع السلامه. باي بابي. باي. هو في ايه؟ هي بنتك مش طايقاني ولا ايه؟ لا يا روح قلب ما تفكريش كده خالص، هي بس موضوع داليا واللي حصل منها ده لسه معلق معاها، ده طبيعي جدا. وبعدين صدقيني غاليه دي اطيب واحده ممكن تقابليها في حياتك، وانا متاكد لما تعرفوا بعض اكتر هتحبيها قوي، ما تقلقيش من الموضوع ده خالص. ان شاء الله. انا الواد ده مش فارق معايا، اهم حاجه اللابتوب. انتوا طبعا فاهمين كويس قوي ان ما ينفعش نخلص عليه طول ما الحاجه دي معاه. عندنا مشكلة، احنا لو استنيناه لما يخرج من المنطقة هنستنى كتير قوي، وهو أكيد طبعا حس إن احنا وراه، فأكيد هيتحامى في أهله. مش مهم، خليه فاهم كده، بس أنا وشرف أمي ما هسيبه يتهنى بالحماية دي. ما اعرف اي حاجه وربنا ما اعرف. في حاجه غلط يا امينه، في حاجه غلط صدقيني. دي البلد هتولع، الفيديوهات دي متفبركه.
انت هتوديني في داهيه. طب هتصرف. This is fake. Egypt not like this. Egypt not like this. ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ بعد برضه الواد الجدع اللي قابلته واسترجلته وتصدرت له كمان؟ لا لا لا، دي لولا حماتك طلع عندها حق بقى. احمد يا ابني انا فاهم اللي حصل لك ومقدره، بس الدنيا ما وقفتش ولا خربت كمان. انت بقى شايفها خربت، يبقى اللي وداك من اصله، وساعتها بقى ابو حميد يبقى ليك حق يا ابني تعيط وتلطم وتنتحر كمان. بقول لك ايه، ما تقوم تنتحر يا ابني دلوقتي وتخلص نفسك. ايه كلامي ضايقك؟ طب انا لسه ما قلتش حاجه، لسه ما قلتش انك طلعت خارق وطاري، والحمد لله ان احنا عرفنا كل حاجه قبل ما نتدبس وندي بنتنا الواحد بيهرب من مشاكله ويتفز دماغه في التراب بدل ما يحلها. تعالى يا عم ياسين اصفي لك عينيك شوف انت هتعمل ايه. هنط في كرشك، هعمل اي حاجه غير ان انا احبس نفسي زي النسوان. بس يا راجل جبان. انا مش جبان يا عم ياسين. اثبت لي. اظهر يا ابني ان كلامي معاك ملوش فايده. انا مش زعلان ان نظرتي فيك خابت، انا زعلان على بنت اخويا اللي حبيتك وقدرتك ودلوقتي بتحبك اكتر وبتقدرك اكتر. انت لو نزلت الشارع دلوقتي لسه هيبصوا لك على انك بطل. انت خساره. لا مقدر نفسك ولا مقدر اللي انت عملته، كانت خيبه. انت عايز تعمل ايه؟ استناه لما تيجي. وبعد ما تيجي يا عم اللي يقدرني عليه ربنا هعمله. ما احنا مش كوركات يا عم ميمي، والجدع اللي سافر ده ما هواش خبق عشان تقرطصه بالمنظر ده. وما عملتش انت عايز تعمله ليه لما شفتها مع الشيمي ساعتها على طول؟ اللي حصل. اللي حصل؟ انا مش بقول لك كده عشان لا سمح الله فاك ان انت عايز تزعل ابو نسب وبنته. انا بقول لك كده عشان انت مالكش صلاحيه تتكلم معاها، فبلاش احسن. انت اخر واحد تقول الكلام ده، لان انت بنفسك اتكلمت معاها في الحوار. حصل يا يوسف، عشان كده بقول لك سيب البنت تتجوز. ايه اللي انت بتقوله ده يا ميمي؟ انت بتهزي؟ تتجوز مين؟ يا عم مش انا اللي بقول، صاحبك هو اللي سافر وسابها وفضل معشمها، ويا ريته قال لها انه مسافر، عشان كده خليها تتجوز، مش احنا اللي هنقول مين يتجوز ومين ما يتجوزش يا يوسف. بس دي مش اصول. وبعدين هي بتتجوز الراجل ده ليه؟ ده قد ابوها، يبقى طمعانه في قرشين. وانت اللي مش طمعان في قرشين؟ يا عم كل عيش. بس سيب الناس تاكل عيش. انا اتخرقت بالكلام معاك. ومش هرغي معاك في اي حوار تاني. يا عم تعالى بس انا برسيك على الصح يا يوسف. انا لما اتكلمت معاها كنت بهددها، بس لقيت ان انا بهددها عشان مش عارف اقول لها ايه. بس دلوقتي خلاص الموضوع طول وبوخ، وهي ليها حق. والله ليها حق. تعالى نقعد نشرب حاجه. ادينا قاعدين وهنشوفها وهي جايه. تعالى بقى. اقعد. انا خلاص قررت. انا موافقه. بتقول ايه؟ بقول لك موافقه. تقدر تيجي البيت في اي وقت وتخطب. فكرت كويس. فكرت كويس. مش محتاجة فرصة إني تراجع فيها نفسك. أراجع فيها نفسي؟ ماشي. مين أنت الراجل اللي بحلم بيه طول عمري؟ أنت ما بص على حاجة كده بتكرة تجيبها لي من غير حتى ما أطلبها منك. عمر ما حد حس بيا ولا حبني كده. أنا كنت مستنياك. أنا بحبك يا شيمي. وأنا كمان أروح قلب شيمي. أنت ليه عملت كده؟ مالها طريقة تدخل بيها؟ أنت هتستعبط! إهدى. إهدى مش هنعرف نحكي. نحكي في إيه؟ الناس بتموت في الشوارع وتقول لي نحكي؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ الفيديوهات اللي اديتها لك عملت فيها ايه؟ ليه عملت كده؟ افهم
احنا ما قلنا لحدا يقتل او يموت. امال الفابريكا بتسميه ايه؟ الكد بتسميه ايه؟ التحريض بتسميه ايه؟ مانهم اطفال ينضحك عليهم. ناس بدها تعمل هيك لانها تركمت سنين بيحاولوا يتنسوها. بتضحك على نفسك ولا عليا؟ انت اللي زيفت الصوره وصلت للناس صوره تانية خالص وتقول لي هم اللي عايزين يعملوا كده. هذه هي الحقيقه. انت ما بتحاول تشوفها. انهي حقيقه؟ اللي انت اخترعتها؟ اللي انت رتبتها؟ انهي حقيقه يا اخي؟ الاعلام هو جنه. انهي اعلام ده؟ هو انت مصدق ده اعلام؟ ده مش اعلام ولا يمكن يكون اعلام. كل واحد له دور. انا عملت دوري، انت عملت دورك. الناس بدها تعمل دورها. بدها تصدق او تكذب. انت لما بتحاول تفهم. انا بقفل دورك كويس. انت كذاب وضلالي وقابض عشان تولعها. الناس بتقتل بعضها في السكاكين هناك. الناس بتموت بعضها. الأول في عشرة وانت اتحط بدلهم غل وكر وانت اللي عملت كده وانا اللي ساعدتك. هذه ما هي مشكلتي. فكر كويس. ما تضيع على نفسك فرصة. ما تلاقيها في أي مكان. بريد أفتح مكتب في الكايرو. وأنت اللي تديره ها؟ أنت مجنون بان عليك. مجنون! عايز تخربها هنا وتخربها هناك. بقول لك إيه؟ أنا استكفيت. إديني فلوسي. بعتبر هالمؤاخذة ما تمت. بس إذا بتراجع حالك. أراجع إيه؟ هذا آخر كلام. آخر زفت. في شرط في العقد. اللي بيرسخ العقد ما بيسترد فلوسه. يا راجل. أيوه. اقرا العقد، اقرا النسخة اللي معك. أنا مش هقرا أي حاجة، وفلوسي ياخدها من كرشك. أيوه. أي تلاتة بيهم. مين يا ولاد الكلب؟ يا ما تكلم الناس. أنتوا مين يا ولاد الكلب؟ أيوه أنتوا. تعملوا إيه في البلد يا ولاد الكلب؟ أنتوا مين؟ مالي. أنتوا مين يا ولاد الكلب؟ ماشي يا باي اللي تشوفه، بس يعني بلاي ستيشن ولا مطعم؟ مطعم طبعا يا ابني. الناس ما بتبطلش اكل وشرب، لكن جهاز بايظ وجهاز عايز يتصلح وجع دماغ على ايه؟ خليك في الرايق. ماشي يا عم الرايق. وبعدين يا سيكا انت حقك محفوظ. شوف انت عايز تعمل ايه. عايز تأجر لنا محل ماشي، عايز تدخل شريك بالمحل برضو ماشي، عايز تشوف انت صرفت قد ايه وتقسم علينا كلنا برضو يمشي. ماشي يا شقيق، اخش معاكم شريك. طب حلو قوي. دلوقتي انا فكرت في حاجه تانية. خير؟ انا مش هدوس كتير في سكه المطعم ده. انا شويه كده واجيب افتح احطها على المحل واكتب عليه للايجار او للبيع، عشان ابو يحيى لما يجي يبص على اليافطه يحس ان انت مش هربان، ويتخيل في اي وقت ان انت ممكن تقب في اي لحظه. امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ ما انا هربان منه. لا انت مش هربان، انت مخلي بالك بس. طب هتضمن لي منين ان هو مش هيحصلوني زي ما حصلوني المره اللي فاتت في المحل؟ والله سيك انا ما اضمنلكش، بس انا مامن لك الدنيا، حاطط لك عيون في كل حته لحد ما ربنا يسهلها. بقول لك ايه يا راي، انا اشوف لاي حته اختفي فيها بعيد عن البيت وعمتك ومراتك. مش ناقصه اي قلق. بحت امك وبعد اللي انت حكيته لي وعن ابو يحيى تفتكر سيبك تمشي؟ انا قعدتك في شقه جابر متولي وما عجبتكش، في ايه تاني؟ ما بصراحه كانت صعبه قوي. خلاص بقى تقعد هنا وما تفتحش بقك. ماشي اللي تشوفه. ماشي تخش تعمل لك كوبايتين شاي كده. ماشي حاضر. ايه يا غالية؟ مش هتلبسي ولا ايه؟ لا يا بابي ما لبستش. انت مش ناوية تيجي معايا الخطوبة ولا ايه؟ معلش يا بابي انا تعبانة شوية. روح انت لوحدك. انت عارفة ما ينفعش اروح لوحدي. بص يا بابي أنا عمري ما هفرض عليك رأيي ولا هقولك تتجوزها أو ما تتجوزهاش.
عشان انت حر، ده حقك. بس بليز بقى ما تضغطش عليا، انا مش عايزه اروح. وعلى العموم الف مبروك. اوكي، بس انا متاكد انك انت فاهمه جيجي غلط. بابي فهمتها او ما فهمتهاش مش هيغير اي حاجه، انت اللي هتتجوزها مش انا. سلام تحبي، باي. مامي هو انت زعلانه عشان جده هيتجوز؟ لا يا حبيبي. امال ليه انت كمان مش هتتجوزي؟ عشان انت عليا كفايه يا استاذ رامي. وانكل يوسف مش هيتجوزك؟ ايه؟ وانكل يوسف مش هيتجوزك؟ انت جبت الكلام ده منين؟ مش من اي حد. طيب يعني لو انكل يوسف حب يتقدمني ويتجوزني انت هتوافق؟ متأكد؟ بجد؟ بجد؟ طب تعالى بقى، طب تعالى بقى، هات بوسه، طب تعالى بقى، هات بوسه، هات بوسه، هات بوسه. بقول لك ايه يا زوزه، القعده كده هتنشف علينا. لا يا اختي، هات لنا عكاشه عشان نفرفش شويه. ايوه ايوه ايوه، عكاشه، ده انا بحب عكاشه ده اهو. ايوه قول يا عكاشه قول. انت لسه يا اختي هتستني اما يقول؟ يلا يا اختي نروح نلحق البت جيجي، العريس زمانه وصل. يا فرحه قلبي، اما انا فرحانه لجيجي بشكل ما صدقت انها هتتجوز وخدتها من قصرها كده. يا فرحه قلبك يا وليه، يا وليه يا منافقه انت، يا فرحه قلبك، ده انت اساسا ما بتقبليش جيجي ولا الهب والنفس اللي بيجي من ناحيه جيجي. ما هو عشان كده البت دي كانت عامله عمل لابني، ولما بعد عنها الحمد لله اتفك العمل خالص. يا سونا حرام عليكي، البت شقيانه من يومها. شقيانه ولا مش شقيانه، المهم بعيد عن ديبو. جاتك قوي يقويكي لما يوزع ضلعيكي يا وليه يا منافقه انت، يا وليه يا عديمه الديمقراطيه، يا ربراريه، يا عديمه العداله الاجتماعيه، يا من بواقي العهد الفائد والبائد، يا وليه يا فله من فلول الفلافيل. انا فله؟ ايوه فله، وفله طائشه كمان. قول يا عكاش قول، خلينا اسكتوا بقى، خلينا نسمع الماموشيه السجنيه بتقول ايه. ما تيجي يا حلوه انت وتسيبك من المرايه، تعالي شوفي اختبار الحمل اللي جبتهولك ده بيشتغل ازاي، عشان اول ما يحصل تعرفي على طول. من بقك لبس سمايه شوشو. بصي لما تبقى شرطه يبقى ما فيش، لما يبقى هنا كده اهو شرطتين يبقى حصل. شرطتين ان شاء الله. خدي في واحده هنا جديده، وصيت لك دكتور ايه زي القمر، اول ما يحصل هيتابع معاك ان شاء الله. يخرب بيت اهلك، دكتور ايه؟ انت عايزه ميمي يقطعني؟ وبعدين يعني يا اختي كفايه عليا امي وامك. امي وامك كفايه عليهم عكاشه، لحس لهم دماغهم خلاص. وانت كمان لحستي لي نفوخي من ساعه ما جيت. قومي يا شوشو، لازم نروح لجيجي، عيب اما نسيبها في يوم زي ده يا اختي. الصراحه مش حاسه ان انا عايزه اروح خالص. بقول لك ايه يا شوشو، اخوك يا اختي اللي رماها. لا اخويا ما رماهاش، اخويا زي اي شاب ظروفه صعبه، كان عايزها تستناه شويه، ما غلطش. تستناه قد ايه يا روح امك؟ لحد ما يبقى عندها 40 سنه؟ قومي يا بت، وبعدين ما تدخليش نفسك بينهم، هم حرين مع بعض، انت مالك انت؟ وهي لما تاخد راجل قد ابوها حره؟ كل واحد يتعلق من عرقوبه يا اختي، مالكيش دعوه. وبعدين عيب عليكي، ده احنا اخوات، عيب اما تقولي كده. ها هتيجي ولا قوم انا؟ محبك ماري الحمد لله على السلامة. وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. ما تسيبنيش تاني. عمري ما هسيبك. عمري. انا هحطك في اوضه وادرس عليك. على قد ما كنت فرحان اني عايز اسافر، على قد ما كرهت الاحساس ده. صعب قوي انك ترمي سنين عمرك كلها ورا ظهرك، تبدأ من اول وجديد. ما في شك ان في حته مني كانت زعلانه هناك، كنت عايزها افضل، بس ما تقلقيش، الحته الكبيره اللي جوايا كانت فرحانه، كنت عايزها ارجع مصر. مصر وحشتني قوي. وحشتني يا كمان، وحشتيني أوي. أول حاجة فكرت فيها وأنا خارج من المطار إن أجي لك على هنا، كنت بقول يا رب يا رب
يا رب لما اروح هناك الاقيها موجوده اشوفها. كنت هزعل قوي لو ما لقيتكيش موجوده. اقول لك حاجه؟ قولي. انت عارفه انك جاي؟ حاسه السادسه بقى. أنا كده رجعت مصر. حاجة يا سيدي. تمم عليها. أنتوا ما تممتوش عليها؟ تمم عليها إزاي؟ أنتوا قلتوا عايزين واحد اتنين تلاتة، عملنا لكم واحد اتنين تلاتة. يعني؟ ما اتفرجتوش على الحاجات اللي أنتوا جبتوها. الله، وإحنا نتفرج عليها بتاع إيه؟ وبعدين مؤاخذة شايفنا يعني مهندسين كمبيوتر عشان نعرف نفتح الحاجات دي. طب والولد عملته معاه ايه؟ واد مين؟ وفي 100 واد؟ امجد. اه لا ما تقلقش ظبطناه. ايوه ظبطته ازاي يعني؟ قاعد الحاجه قدامك. تفتكر ان احنا دخلنا وخرجنا والواد لسه صح سليم زي ما قال لك كده ظبطناه. الجنرال قال تعجزوا. حصل ولا ما حصلش؟ واحنا قلنا ما بقاش لينا في السكه دي خلاص. أمال بقت سكة مين يا يوسف؟ سكة اللغوية. واحنا خلاص ما بقيناش غوينا. يعني انتوا مصممين تزعلوا الجنرال مع انكم عارفين زعله بيبقى عامل ازاي؟ اسمع يا سن، احنا لا عايزين نزعل الجنرال ولا نزعل نفسنا. واذا كان على التعجيز والتخليص فعنده بدل الراجل 100. ولو على الواد انتوا عارفين طريقه وسكته وتعرفوا توصلوا له كويس. كده. وكاجو. يوصل له الكلام. سلام. شرفتنا يا شيمي بيه. ده انا اتشرفت. امال العروسه فين؟ في اوضتها وجايه حالا. سعيد بمعرفتك يا عمار. ده احنا اللي في سعاده، ربنا وحده اللي يعلم بيها. احنا في ديك الساعه لما نناسب واحد زي سعادتك دي بالدنيا كلها. الله يخليك يا عمار. الشيمي بيه اخ عزيز قبل ما يكون صديقي ابو جيجي. احنا كنا سوا في مدرسه زمان. برضه العشرة خدتنا سوا لغاية دلوقتي. بس أنا أصغر منه. هو اللي بيقول كده. جرى إيه يا أمال؟ هو ده وقته يا أختي. يا وليه بطلي نكد بقى يا وليه. غصب عني يا جماعة افتكرت نصه. وبعدين معاكي بقى، صلي على النبي، صلي على النبي يا أختي. أحسن بعدين تيجي تسمع وتبقى حكاية. عليه الصلاة والسلام. أقول لك إيه يا سونا؟ أيوه. الراجل الحلو. القمر اللي قاعد قدامنا ابو شعر روزي ده هو اللي عليه هبه وفرستش كده يعني ده يبقى مين؟ ده العريس. هيتجوز مين؟ العروسه. بس قمر ايه رايك في الفستان يا شيماء؟ حلو قوي ما شاء الله وشكله غالي. الا غالي ده بتمن بيت في الحاره هنا يا بت. انت عارفه اصل الشيمي بيحبني قوي ما بيستناش اشاور بس على اي حاجه يجيبها لي حتى لو كانت بمليون جنيه. ربنا يخليهولك. حنين ولا ايه يا موحى؟ طبعا شكله حنين وبيحبك كمان. وده فيان هيفطرني في حته ويغديني في حته ولا ايه هيعشيني في بلاد بره. هينسيني القرف اللي عشته. واهم ميزه فيه بقى انه حنين وجدع ما يعرفش الغدر مش زي ناس هناك. شفتي مش قلت لك ما كانش لازم اجي؟ هتقعد تقطم فيا كده طول الليل. تقطم في كده ايه يا بنت؟ عيب احنا اخوات. انت في حاجه مضايقاك يا شيماء؟ لا مصدعه هطلع اشوف حاجه للصداع. الف مبروك يا جيجي. الله يبارك فيك يا اختي. ربنا يتمم بخير. شكرا. مالكيش حق يا جيجي عماله تقطمي في البيت من ساعه ما جت. هو انا قلت حاجه خالص؟ نعم يا روح امك ده انا عجناكي وخبزاكي. شيماء مالهاش دعوه بتدخليها ليه بينكم؟ غصب عني. وبعدين يعني انا بحب شيماء بس انا جوايا قهر يهد جبال واللي عمله ديبه فيا مش شويه. طول عمري فاكره ان انا وهو هنبقى لبعض فجاه سافر وبعد ولا حتى عبرني بالتليفون. ديبو دبحني يا موحى. دبحك ده ايه يا بت؟ طب ده انت والنعمه احلى عروسه في حتتنا. بس اوعي تعيطي بصي لنفسك في المرايه شوفي الحلاوه. قومي يلا قومي صحي وفرفشي كده الليله ليلتك. شايف الزغاريط؟ لسه في الزونه يعني ولا ايه؟ سيبهم مريحه قومي افرحوا يا ابني. يعني ايه؟
البت دي مش كانت بتاعت ديبو؟ تاخد منه كده عادي يعني؟ ديبو جدع يا عيال، محدش يعرف ياخد منه حاجه غصب عنه. حق ربنا بقى هو اللي سابه. يعني كانت عايزه تعمل ايه؟ تقعد جنب الحيطه تستنى بسلامته؟ ده بقى يوسف اللي كنت بكلمك فيه. يعني انت شايف اللي بيحصل ده صح يا عم ياسين؟ ما قلنا حقها الله. وما دام حقها ما رحتش تبارك ليه زي المقدس مراه؟ عشان ده ابن اخويا يا زكي. لو رحت هبقى بصغر وبخليه مش قد كلمته اللي قالها لها. اما النسوان بقى لما تروح تزغرط وتزاير هم في الاخر نسوان. يلا يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام يا عم ياسين. والله وبيضالك في القفص يا بنت امال. عم ربنا يسهلها. هي مش بيضالها لوحدها يعني. طبعا بيضالها هي وامها وابوها المقشف كمان. بكره تجيب عيل بقى ويقش كل حاجه. تجيب عيل بتاع ايه يعني؟ مفيش الكلام ده. مفيش عيال. الراجل هيتجوزها شويه يفرح وخلاص. في ايه يا ميمي؟ يا عم اهدى في ايه؟ مالك قلقت كده ليه؟ ما قلقتش يا عم ولا حاجه بس ملوش لازمه الكلام الهزي على بالليل ده. مش هتروح ولا ايه؟ تروح فين؟ فرح جيجي. وانت عايز تروح ولا ايه؟ احنا مش رايحين. لا اروح فرح ايه؟ ماليش انا في الجو ده خالص. امال بتلط كتير ليه؟ حبيبي يا ابني. ورا يا وسام.